هي عبر الهاتف. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا بك أستاذ. عندما نتحدث عن المهنة الرقمية نتحدث عن الاقتصاد الرقمي، نتحدث عن طبيعة الاقتصاد الجزائري. في البداية دكتور، أين نحن من الاقتصاد الرقمي؟ الاقتصاد الرقمي لم نصل بعد نحن إلى أن نوسع من دائرة انتشار الاقتصاد الرقمي نظرا للضعف التكويني في هذا المجال، خاصة على مستوى المدارس الخاصة أو الجامعات كما كان يتحدث الضيف الكريم. وبالتالي أنت أمام كل متكامل، لابد أن يكون القاعدة أولا القاعدة الإلكترونية قاعدة كاملة متكاملة، يعني أقصد الهياكل التي توضع في البلد يجب أن تكون هياكل قوية، وأن يكون درجة استخدام الأنترنت في البلد تتضاعف من فترة إلى فترة أخرى. في بلادنا الشريحة التي تستعمل أكثر الأنترنت هي ما بين 16 و35 سنة، وهذه الفئة لابد من التركيز عليها في هذا المجال بغية تطوير الاقتصاد الرقمي على مستوى كل القطاعات. أنت تعلم بأن القطاعات الاقتصادية أو الخدمية أو غيرها من القطاعات الأخرى تحتاج إلى الاقتصاد الرقمي لتقديم منتجاتها ولعرض خدماتها على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا. طيب دكتور، هل اقتصادنا قادر اليوم على استغلال هذه الثورة التكنولوجيا الحاصلة لخلق وظائف رقمية؟ نعم، بما لدينا من إمكانات الآن يمكن أن نبدأ خطوات ثابتة ومتقدمة في هذا المجال، وقد حدث فعلا، لأن بعض مكاتب الدراسات الخاصة تقدم هذه الخدمات، لكننا لا نريد أن يبقى الموضوع منحصرا في مكاتب دراسات خاصة ومتخصصة، نريد أن يتوسع إلى وظائف تسمى الوظائف العصرية أو الوظائف الجديدة التي استحدثت نتيجة تطور الاقتصاد الرقمي. وبالتالي أنت مطالب بأن يكون لديك مسوقون إلكترونيون، وأن يكون لديك أناس يستخدمون الأم بانكينج، يعني موبايل بانكينج. والأمر الأوسع أن نصل إلى الحكومة الإلكترونية بشكل حقيقي. يعني بعض الدول ترفض رفضا قاطعا أن تتعامل وفق القواعد التقليدية، الآن أصبح العمل كله إلكتروني، وبالتالي الوظائف الإلكترونية يمكن أن تفوق بكثير الوظائف الكلاسيكية نظرا لسهولة استخدامها أو لسهولة يعني اعتماد التوظيف فيها. طيب دكتور، أنت تعرف أنه مثلا فيما يخص قضية التسويق الإلكترونية أو البيع والشراء عبر النت، يعني لحد الآن تأخر رهيب في هذا المجال. ما هي الصعوبات عموما التي تواجه الاقتصاد الجزائري والسوق الوطنية لاستغلال هذه الطفرة التكنولوجية الهائلة، سواء من ناحية توفير مناصب عمل أو كذلك من ناحية ربما خلق بدائل أخرى من نوع الخدمات مثلا للمواطن؟ هو أولا تبدأ العملية بطريقة إلكترونية، وبالتالي لا بد أن يتوفر لدينا قانون يتحدث عن العقود الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني والصك الإلكتروني وأدوات الدفع الإلكترونية التي يجب أن تتوسع. بالأمس كنا في محاضرة في وهران، تبين بأن الفجوة الرقمية عندنا يعني بعيدة جدا عن الواقع مع دول عربية، يعني وتخيل أن الأمر لا يتعلق فقط ب5% أو 20%، يعني الأمر يتعدى ال 200%. وبالتالي الناس طوروا إمكاناتهم الإلكترونية، في المقابل طوروا فكرة التسويق الإلكتروني والبنك الإلكتروني والمعاملات التجارية الإلكترونية التي تنتهي أصلا بمعاملات كلاسيكية، يعني أنت تجري كل معاملاتك على مستوى الأنترنت، لكن هذا يفتقد إلى أنظمة أمان إلكترونية تمكننا من أن نجري تلك المعاملات دون أن نتعرض للخداع التسويقي الكلاسيكي أو التسويقي الإلكتروني. وبالتالي أنت أمام منظومة كاملة لا يمكن للقطاع العمومي لوحده أن يقوم بها، وإنما يجب أن يفتح المجال للقطاع الخاص بغية أن نصل إلى الأم بانكينج أو الأم كوميرس، يعني موبايل كوميرس. إلى نحن لم نستخدم مثلا هذه الخرائط الرقمية التي يمكن أن تكون أداة قوية لتسويق الكثير من المنتجات. فوق كل هذا وذاك، كل هذا يرتكز على دعامتين أساسيتين، التكوين بالدرجة الأولى، وأن يكون لديك منظومة إلكترونية متطورة. وأنت ترى يعني في يومياتنا أن الشبكة الإلكترونية ضعيفة جدا حتى في الاستخدامات البسيطة على مستوى
الفضاء الازرق او على مستوى الواتساب او سناب، يعني هذه يعني البرامج التي يستخدمها المتواصلون الاجتماعيون، وبالتالي انت امام معضله كبيره يجب ان تسويها لتتكلم عن التسويق الالكتروني. دكتور، كما نعرف أن كبرى الشركات الان العالميه التي تدير ارباح بملايير الدولارات سنويا هي شركات رقميه وتطور مضامين رقميه الان في السوق العالميه، في رايك هل ربما يوما ما سنصل الى خلق هكذا شركات او مضامين ربما الكترونيه خاصه بالجزائر؟ هو اصلا يوجد بعض الشركات الجزائريه التي طورت قدراتها التسويقيه الالكترونيه وتمكنت من ان تحدث نقله نوعيه في التسويق الالكتروني، ذلك انها استخدمت برامج تمكنها من ذلك. وانت تعلم بانه بعض المنصات العالميه مثل علي بابا مثلا، هذه المنصه العالميه التي تحقق المليارات في ايام وليس في اشهر وليس في سنوات، منصات اخرى ايضا حدث نفس المنهج وتمكنت من ان تقتحم اسواقا عالميه. بعض الجزائريين من شبابنا انشأوا مواقع الكترونيه مثل مثلا هذا موقع واد كنيس الذي يعتبر واحد من المواقع التي يمكن ان تعتبر الاقوى تسويقيا في الجزائر، لكن ينافسها مواقع اخرى جزائريه. لذلك التكوين هو الاساس في اعاده بعث او في بعث هذه المنظومه الالكترونيه التي تحتاج الى دعم حقيقي على مستوى القواعد الهيكليه، والا فاننا لن نتمكن من ان ننافس الاخرين ولا ان نقتحم اسواقا عالميه. بعض الشركات تجدها صغيره جدا ولكن على المستوى الالكتروني تعتبر عظيمه نتيجه الانتشار الواسع بهذه المنظومه. دكتور فارس مسدور، استاذ الاقتصاد بجامعه البريده، شكرا لك على كل هذه المعلومات.